لا 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 يا رب ما نخسر الجولة. الجولة هتفرق معايا جامد. طالما انا مت خلاص السكواد بتاعي اكيد هيموت، اكيد هيموت يا جدعان. خرع على ام اللعب يا جدعان مع السكواد العشوائي يا جدعان، خرع على اللعب. السلام عليكم يا جدعان، ومعاكم في الله كورونا. النهارده رجاله فيديو جديد، وطبعا يا جدعان النهارده رجاله انا عامل لكم تحدي كان المفروض اعمله يا رجاله من حوالي 3 سيزونات او 5 سيزونات عدوا يا جدعان من الكليش سكواد المصنف. وللاسف يا رجاله هو مش تحدي اكتر ما هو مشكله بتواجه اغلب اللاعبين اللي بيلعبوا على الجراند ماستر ومش بيعرفوا يوصلوا. طب وايه هي المشكله يا كورونا؟ المشكله ان هم مش بيكون معاهم سكواد ان هم يلعبوا مع عشان يوصلوا جراند ماستر، فللاسف بيضطروا ان هم يلعبوا مع سكواد عشوائي فبيخسروا، وللاسف مش بيعرفوا يوصلوا جراند ماستر. فانا النهارده رجاله قررت ان انا اخد نفس التجربه يا رجاله واعيش نفس اللي هم بيعيشوه يا جدعان، ان هم يلعبوا مع سكواد عشوائي. فهل هقدر يا جدعان ان انا اكسب مع سكواد عشوائي 5 ايام ورا بعض يا رجاله من غير ما اخسر ولا جيم؟ فتابعوا معايا الفيديو للاخر يا جدعان وشوفوا يا جدعان هل استطيع ان انا اقدر يا جدعان اكسب 5 ايام بويا ورا بعض يا رجاله من غير ما اخسر ولا جيم مع سكواد عشوائي. فيلا بينا نبدا يا جدعان. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تصلي على النبي في الكومنتات تحت، وتنزل تضغط لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نوصل كل فيديوهات جديده. وانا بقول لكم كده ليه يا رجاله؟ لان نسبه يا جدعان الناس اللي بتتفرج على فيديوهات يا رجاله مش مشتركين في القناه، زي ما انتم شايفين يا رجاله النسبه قدامكم اهوت يا جدعان، تمام؟ فانزل اشترك كده خنزير يلا. ويلا بينا يا جدعان نشوف هل هنقدر يا جدعان ان احنا ننفذ التحدي ده او لا يا رجاله. تابعوا معايا الفيديو. فاول حاجه يا رجاله لازم نعملها يا جدعان قبل ما ندخل نلعب جيم كليش سكواد مصنف يا رجاله مع تيم عشوائي، لازم نظبط شخصياتنا. واول شخصيه معانا يا رجاله لازم احطها بما ان انا هلعب لوحده رجاله شخصيه الطياره عشان اعرف افايت اكتر من شخص في نفس الوقت. وتاني شخصيه يا جدعان معانا هحطها ولفر يا رجاله وهياته وكيلي يا جدعان، ودول هيبقى الشخصيات اللي انا هلعب بيها يا رجاله. كده يا جدعان اقدر اقول يا رجاله ان انا اقدر ادخل جيم دلوقتي كليش يا رجاله مع سكواد عشوائي. فانا زي ما انتم شايفين يا رجاله حطيت الشخصيات اللي انا هلعب بيها دلوقتي يا جدعان، وهدخل اهوت جيم عشوائي يا رجاله، وكل حاجه هصورها لكم يا جدعان بدون اي مونتاج الخمس ايام ورا بعض. وطبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي يا رجاله انا مسرع لكم يا جدعان الوقت عشان محدش يقول ان انا يا رجاله بفيك اي حاجه، كل حاجه يا رجاله قدام كات من غير اي مونتاج. وده اول سكواد يا رجاله وربنا يستر معانا. انا اول حاجه عملتها يا رجاله في الجيم الاول ان انا جبت دبل مسدس يا رجاله، وقلت ايه هبوش لوحدي لان انا عارف يا جدعان ان السكواد اللي معايا مش هيساعدني خالص يا رجاله. وهنا بقى اول زبون دخل علينا قمت مديله يا رجاله وخنزر عليه كده، قام حاطط لي كريستيانو اسيبه قمت بشش عليه على طول يا رجاله، وقمت بص جايب نقطة على طول. طبعا لازم نفن، بس ازاي بقى؟ ببص لقيت صاحبه جاي لي وراه ومنور. وطبعا لو انت زي حالاتي كده وبتلعب مع سكواد عشوائي ما انصحكش ان انت تستنى من اي حد ان هو يرفك، لان انت خلاص طالما انت مت يا باشا اعرف ان انت خلاص خسرت الجوله. في الجوله الثانيه يا رجاله قررت ان انا احاول ان انا اركز وما احاولش ان انا اقع نوك يا جدعان من اي حد، لان لو وقعت نوك الجوله خلصت. فانا يا جدعان دخلت بشيت على اول وقعتهم الاثنين وهم مفنش، اصل احنا مش ناقصين، اصل لو حد اتصحى فبص يا جدعان هيأثر علينا جامد. وطبعا يا جدعان ببص لقيتنا كسبنا الجوله. فانت وانت بتلعب مع سكواد عشوائي لازم تكون حاطط في دماغك ان انت بتلعب لوحدك. وانا يا جدعان كنت اخد كفر رجاله عشان احاول اجيب واحد نوك يا رجاله في الاول، وجبت الاول نوك يا جدعان عشان يسهل عليا ان انا اجيب بيت الاسفان. هنا بعد ما جبت الاول خدت حماس كده يا رجاله وقمت بشش على الثاني على طول يا رجاله، وقمت مخزر عليه وجايبه نوك، بس طبعا اتسرق. هم مش فالحين في حاجه غير ان هم يسرقوا. جينا بقى في الجوله الرابعه يا جدعان واهم جوله، لان الجوله دي احنا لو كسبناها نبقى 3-1 يا جدعان. فلقيت هنا الاول ببش عليه قمت جايبه بالدبل مسدس يا رجاله كده، وقمت مفنش على طول. لازم تفنش لان انت بتلعب لوحدك. وهنا بقى امي لا لا الله كانت هتلم عليا، فقلت لازم بقى اجيب اللي قدامي ده الاول، تمام؟ فرميت عليه اللي هو الفليش ده رجاله وما سبتوش بقى، قلت لازم اجيبه. الواد خد كفر تحت كده ورا التلج قعدت اضرب عليه عشان يطلع، واول لما طلع يا رجاله قمت جايبه. طالما انت وقعت نوك اي حد من السكواد لازم تفنش على طول. وهنا يا رجاله قمت مشغل الشخصيه على الواد التالت بتاعهم ده يا جدعان قمت مفنش على طول. كده فاضل لي واحد، فخلاص يا رجاله رايح اجيب اخر كلاب بقى يا جدعان عشان انا بجيب كليس. لا ازاي واحد من السكواد زي الخازوق طول الجيم مش شايفه جاي يسرق لي الكلاب؟ وهثبت لكم يا جدعان في الجوله دي ان هم ما لهمش اي 3 مليون لازمه يا جدعان. لو انا مت السكواد كله بيموت. هنا انا جبت الاول تمام، وببص يا رجاله لقيت السكواد كله بش عليا. بص وقعت نوك، وطالما انا وقعت نوك قلت لكم يبقى خلاص الجوله. فدي اكتر حاجه بتستفزني يا جدعان لما بلعب عشوائي يا جدعان ان ما بيكونش معايا سكواد. وجينا بقى للجوله الاخيره جبت ده نوك طبعا يا جدعان، بص كله في الهيد ده يا جدعان، وقمت مفنش طبعا على طول. لازم نفنش بامن بس عشان ما حدش يجي يغدرني، لازم نفنش نفنش كده يبقى احنا في السليم. كده انا كان فاضل لي الاخير وابقى كسبت الجيم. فانا كنت قاعد بدور عليه ببص لقيته هنا عند الكونتينر هنا يا رجاله، اديته طلقتين بالمسدس. فانا قلت لازم اجيب بالمسدس كده يا جدعان، بس لقيته مش راضي يموت، قمت محاول عليهم وجايبه على طول. وكده انا كسبت الجيم الاول يا جدعان. فالفوز في اول جيم يا رجاله يعتبر الى حد ما الفوز كان سهل. فهل بيت اللي جيم يا جدعان هتكون سهله كده ولا الموضوع هيختلف؟ انا بصراحه مش متفائل، بس انا لازم اعيش نفس التجربه يا جدعان اللي اي حد ما بيكونش معاه سكواد بيعيشها يا رجاله. فانا بجرب معاكم النهارده عشان اشوف هل فعلا ممكن حد يوصل جراند ماستر عن طريق ان هو يلعب مع سكواد عشوائي ولا. وهنا بدانا الجيم الثاني ونقول بسم الله يا جدعان جبنا دبل مسدس. وهنا يا جدعان جبت الاول هنا سرقته طبعا، لازم افنش طبعا لازم افنش.
تفنش عشان ايه؟ مع اللي يتفنش ما يترفش تاني. وهنا طلعت اجيب الاخير قام اتسرق منه، بس واحده قصاد واحده في داهيه الكل. المهم ان احنا نكسب. وهنا بقى لقيت حد جوه هنا قمت داخل زنقه على بص باليوم بيه. طبعا البنج عندي رفع بس مش مشكله، المهم ان انا اجيب الكلاوي وافنشها، اهم حاجه الجوله ما نخسرهاش. وهنا دخلت على الاثنين الباقيين قمت جايب البنت هنا ولقيت الواد عامل لي الشخصيه دي، استنيتها لما تفك قمت جايبها على طول كده، جبت 3 كيلات في الراوند. وطبعا مهمه السكواد اللي معايا ان هو بس يقف ان هو يشجعني ما يعملش اي حاجه ثانيه. وهنا بقى في الجوله ديت لقيت واحد فوق هنا مكمبر، طبعا انتوا عارفين علاج المكمبرين اجيبه هديه عليا الطلب الثلاثه يا جدعان انا خزيه، لان انا ما سكتش طلعت فنشته كمان، ما انا بعد ما هجيبه لازم افنشه. وهنا كان فاضل الاخير بس اتسرق، بس مش مشكله، المهم ان احنا كسبنا الجيم يا جدعان الثاني كده. الجيم الثاني على الحواله يا جدعان كده، والله الدنيا ماشيه زي السكينه في الحلاوه، مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. فهل يا ترى هنقدر نكمل التحدي ولا لا؟ احنا وصلنا للنجمه 113 ولسه مكملين مع السكواد العشوائي، ويلا بينا ندخل في الجيم اللي بعده على طول يا رجاله من غير ما نقطع يا جدعان اي حاجه. بص ما شغلوكوا يا جدعان مسرعوا عليكم بس دلوقتي يا رجاله عشان ايه ندخل بسرعه، لان الموضوع ايه ده حي ده باندا ريسبكت ضدنا. اكلنا خراب اكلنا خراب. طبعا من حظ الخرا ان انا قابلهم يا جدعان وانا بعمل التحدي مع سكواد عشوائي. وطبعا انا هنا لو خسرت اعيد التحدي من الاول تاني، فانا جبت الاولى هنا يا جدعان وانت داخل على التاني على طول يا رجاله لقيته هنا يا جدعان. طلع مين؟ طلع باندا. باندا بيلعب باكونت بوت عشان بيعمل تحدي على اليوتيوب. طبعا بص بسرب لكم اخبارات يا جدعان. ودخلت على التالت، دخلت على التالت لقيته عامل لي شجره، بس انا يا جدعان كان لازم انا ان انا اكسب الجوله فقمت جايبه جايب كات. المشكله فين يا جدعان؟ ان احنا الاثنين بنصور يا رجاله في نفس الوقت، انا بعمل تحدي ان انا اكسب 5 جيام بويا ورا بعض يا رجاله مع سكواد عشوائي، وباندا بيصور تحدي الوصول للجراند ماستر باكونت بوت. وهنا يا جدعان اول واحده لقيتها على السطح هنا يا رجاله قمت جايبها نوك على طول يا رجاله كله فور ريد ده يا جدعان. وطبعا انتوا عارفين ان لازم افنش يا جدعان، فانا بفنش عم الواد ريسبكت جابني. وطبعا يا جدعان بما ان انا وقعت وانا بلعب مع سكواد عشوائي فايكنت على طول يا جدعان ان الجوله راحت. طبعا جاب علينا ايس يا جدعان، بلعب مع سكواد عشوائي فاكيد طبعا انا بلعب لوحدي يا جدعان. وهو بيتايم لي هنا يا جدعان واتعاش عليه، بس انا يا جدعان ما قررتش ان انا اسكت بقى، ما انا مش هسكت على المهزله اللي بتحصل. اشتريت يوم بي وتلج يا جدعان وقلت بس دقت ساعه العمل. كمبرت يا رجاله وهنا لقيت الاولى يا جدعان بتجري مني هنا يا جدعان قمت جايبها نوك تمام قمت مفنش طبعا على طول. وهنا ببص لقيت باندا مش واخد باله هنا قمت مغفله. طبعا التغفيل اهم حاجه، هعمل ايه طيب ما انا بلعب لوحدي انا. طالما جبنا اي حد نوك لازم نروح نفنشه على طول عشان ما حدش يجي يصحيه. فانا فنشته هنا يا جدعان وطلعت هنا لقيت واحد بيجري قمت مدمجه قمت لفف له من الناحيه الثانيه كده يا جدعان عشان احل عليه من الناحيه الثانيه. ما انا اعمل ايه؟ خاف اللي عليه بوش عليهم هم الاثنين. وهنا ببص لقيت ريسبكت بش عليا واداني طلقه 150 بس انا وقعت وجبت نوك يا رجاله. وببص لقيت الاخير قمت جايبه كده يا جدعان وكده جبت السكوت كله. محترف يا جدعان محترف الحمد لله على الطلقه اللي خسرت. وانا طبعا يا جدعان عشان ما اخسرش لازم العب تيك الخنزره يا جدعان. كمبر كده يا رجاله اول لما جه يا جدعان قمت طالع عليه جايب موقعنك ومفنش على طول. وببص هنا يا رجاله لقيت واحد بينط لي من تحت كده قمت جايبه نوك قمت مفنش على طول ما استنيتش فنشته على طول بعد ما فنشته يا رجاله. ببص بعدها لقيت السكواد اللي معايا يا رجاله اخيرا عملوا حسنه يا جدعان وقتلوا الاثنين هم الثلاثه بيلعبوا. هنا بقى يا جدعان في الجوله الاخيره يا رجاله كنت مركز بقى هنا يا جدعان لقيت انا بنت متغفله تمام. وطبعا هنا ايه لازم افنش بس انا ما لحقتش ليه؟ لان ريسبكت جه دفع عنها بقى تعالى قمت جايبه هو كمان نوك كده. حد بقى يجي ويسالني ويقول لك سكوادك فين بقى من الحته دي بقى يا جدعان؟ انا هنا بلعب يا جدعان، السكواد اللي معايا بيلعب ضد يا جدعان مش بيلعب معايا. هنا بقى باندا بقى يا جدعان كان ماسك ام، انا بصراحه خاف اطلع يديها لي فنخسر ام الجيم ده وانا عيد التحدي من بصراحه باندا لعيب بالام فلو لعبت ام هو هيكسب. فانا قلت لا يا باشا نضمن الجوله واكسب الجيم يا باشا. فقمت ايه ضربت هنا واحده ام كده ايه على غي ما جاتش فقمت لافف له بقى من الناحيه الثانيه ومسك له ام بي. ماشي ماليش فيه انا ماليش في شغل الام ده ليا في الخنزره تعالى قمت جايبه على طول هنا يا جدعان وكده كسبت ايه. وطبعا هو طبعا يا جدعان ما كانش بيلعب ولا بسكنات ولا بشخصيات كان بيلعب باكونت بوت. فالحمد لله يا رجاله ربنا سترها وما خسرتش يا جدعان، لان للاسف لو كنت خسرت كنت هضطر ان انا اعيد التحدي من الاول. بعد ما كسبت الجيم ده يا جدعان وصلت للنجمه 114 وكده يا رجاله كسبنا 3 جيام او 4 جيام ورا بعض بويا يا جدعان مع سكواد عشوائي. وهنا بعد ما خلصت دخلت مع باندا اسمعه بيقول لي هو طبعا انتم ما فهمتوش حاجه بس انا هترجم لكم يا جدعان ان هو كان بياكل. فانا سبته يا جدعان يكمل التحدي بتاعه وانا اكمل التحدي بتاع رجاله وده اخر جيم يا جدعان او الجيم الرابع تقريبا. فاحنا طبعا مستمرين وفي التحدي مكملين، اصل هو فعلا يا جدعان لازم يا جدعان نشوف لو احنا يا جدعان هنكسب نقدر يا جدعان ان احنا نوصل جراند ماستر يا رجاله عن طريق السكواد العشوائي ولا. وهنا يا جدعان بدانا الجيم يا رجاله وهنا اول راوند يا جدعان ونقول بسم الله يا رجاله. هنا كان في جي 18 رجاله قمت جايب الاول هنا وقمت تفنشه. اهم حاجه لما تجيب نوك تفنش سيبك من اي حد صاحبك. وهنا يا جدعان الواد اداني بص معلمه بس الحمد لله يا جدعان قدرنا ان احنا نكسب الجوله يا رجاله. وهنا لقيت واحد في السكواد يا رجاله بيقول لي انت عندك ساكورا عندك. هو طبعا شاف البانر والصوره قال لي انت عندك ساكورا وشحل والكلام ده. بس الواد ده يا رجاله
الواد ده حاسس ليه مش طبيعي، انا حاسس ليه مفعل يا جدعان. الواد ثاني مره يجيبنا يا جدعان، مش عارف جابني ازاي. فين يا جدعان الواد؟ صحنا رجاله بديمتري يا جدعان، وعبيت دم ورجعت لهم ثاني. قمت داخل عليه بالاكس ميت على طول يا رجاله، مخنزر عليه وجابه وفينش نوك على طول. وهنا لقيت الواد المفعل يا رجاله، قمت مخنزر عليه. بص جاب حقي، ما انا هجيب حقي يعني هجيب حقي. قمت بص افنش بقى طبعا، بص نوك فينش على طول. وبعد ما فنشته كسبنا الجوله يا رجاله. وجينا يا جدعان على الجوله الاخيره يا رجاله، لقيت واحد هنا عايز يغدر صحابي، فقمت جايبه نوك يا جدعان. وطبعا بعد النوك على طول فينش على طول. بعدها على طول رحت عشان اساعد سكواد يا رجاله عشان نكسب ام الجيم ده يا جدعان. لقيت واحد هنا قمت جايبه هيد شوت كده يا جدعان عظمه. لقيت واحد بعيد قمت جايبه نوك فينش اكيد. وبكده نكون كسبنا الجيم الرابع على التوالي يا جدعان، من غير ما نخسر ولا جيم مع سكواد عشوائي. الحمد لله يا رجاله وتقربنا من التحدي ان احنا نخلصه، وفاضل لنا يا جدعان جيم واحد ونقفل. وهو رجاله زي ما انتم شايفين وصلنا 115 نجمه يا جدعان من غير ما نخسر ولا جيم مع سكواد عشوائي. بقى لنا 4 ايام يا رجاله بنلعب مع سكواد عشوائي. طبعا يا جدعان عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل يا رجاله، قررت ان انا اجيب لكم اخر جوله يا رجاله. وكنا كنت اخسر التحدي يا رجاله، كنا واصلين 3-3 يا رجاله. كان ضدنا سكواد جراندات يا جدعان، فكان من اصعب التحديات يا رجاله. كان اخر جيم ده كان اصعب جيم يا جدعان، بس الحمد لله يا جدعان حاولت ان انا يا جدعان ما اخسرش الجيم ده يا رجاله، وجبت الثلاثه هنا يا جدعان نوك. بص وقعتهم على طول يا رجاله بالليم. وهنا انا كنت قاعد بكسر في التلج عشان اجيب الاخير عشان مش عارف سكواد هيكسب ولا ايه. قمت قاتلهم يا جدعان جايب اسعى كده يا رجاله. كون قدرت ان انا يا جدعان اكسب التحدي يا رجاله، 5 بويا ورا بعض يا رجاله مع سكواد عشوائي في جيم كلاش سكواد مصنف يا جدعان. طبعا كل ده يا جدعان اهم حاجه من غير ما اخسر ولا جيم. وهنا يا جدعان وصلنا النجمه 116 يا جدعان. التحدي بصراحه يا رجاله كان صعب، وخصوصا الجيم يا جدعان اللي كان ضد باندا يا رجاله. فبصراحه يا جدعان ما رجحش لاي حد ان هو يلعب مع سكواد عشوائي، لانه فعلا يا جدعان هيتشل وهيحس ان هو بيلعب. يا جدعان انا مشجعش ان انت ما تلعب مع سكواد عشوائي، بس انا حبيت اعمل لكم التجربه ديت يا رجاله، لان معظم الناس بتلعب مع سكواد عشوائي ومش بتعرف توصل جراند ماستر. فانا حبيت اعمل لكم التجربه دي، لان معظم الناس مش بيبقى معاهم سكواد عشان يلعبوا ويوصلوا جراند ماستر. عشان بس يا جدعان اثبت لكم ان الموضوع مش مستحيل يا رجاله ان انت توصل جراند ماستر. فهي يا جدعان كانت تجربه لطيفه تستحق اللايك. وبس كده يا رجاله نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا جدعان. فما تنساش تنزل تكتب لي تحدي عايز نعمله. وبس يا رجاله سلام. بس صحيح يا رجاله احب انصحك لو انت ما شفتش الفيديوهات دي وفاتتك تحاول تدخل تشوفها، هتستفيد منها جدا. وما تنساش تشترك في القناه، القناه قدامك اهي يا رجاله. وتنزل في الكومنتات تحت تقول لي رايك في الفيديو، ايه رايك في الفيديو، حسن حاجه اعدل حاجه الكلام ده كله. وبس يا رجاله اشوفكم في فيديو جديد، سلام.